عادل هيكشف لنا طبعا تفاصيل ما دار في جلسة الحكم في نقض محمد عادل. تفضل. يعني هو النهاردة طبعا كان في لقاء دلوقتي يعني استكمل على هذا اللقاء بس تم قطعه عشان خطر بعيدا عن الأمنية المشددة اللي في المحكمة. الأمنية المشددة اللي تم احنا كنا تكلمنا في ان انا اثرت قدام المحكمة ان في مخالفة صارخة نص مادة 96 و97 من الدستور للمحاكمة وقرارات المحاكمة المتلاحقة للمتهم، وركزت في تركيزي كله وبقدم بهذا الفضل استاذي ومعلمي مش عايز اذكر اسمه كان سبب رئيسي في لفت نظري الى موضوع سبق الاصرار بعنصريه النفسي والزمني طبق نص مادة 231. يجب المتهم ان يكون في حالة عقلية هادئة مستقرة وليس في حالة اضطراب نفسي وعصبي. تمام. الأحداث المتلاحقة اللي كانت قبل موضوع القضية بين خلافات بينه وبين نيرة، خلافات بينه وبين أهل نيرة، جلسة عرفية، الجلسة العرفية ده ترتب عليها إن هم أجبروه على توقيع على صلاة أمانة، ويقال إن هناك مشاهد أجبروه كده بفيلم مش مظبوط كده وان هو في وضع غير مظبوط. ده اثار نوع من الارتباك الذهني والنفسي والعصبي، واسترشدت بكتب في الطب النفسي وعلم النفس الجنائي للمستشار الخالد محمد فتحي في كتاب الخالد علم النفس الجنائي والبعض اساتذه الطب النفسي، وان المحكمه قد اخطات خطا جسيما حينما لم تقم بعرض المتهم عرضا طبيا على مصلحه الطب النفسي ليقول الطب النفسي كلمته. هل هذا المتهم بهذه الأحداث وبهذه الوقائع كان في حالة نفسية وعصبية مستقرة أم كان في حالة ارتباك؟ المحكمة الموقرة أفسحت لها المجال في المرافعة وفي الاسترسال في المرافعة وفي طلب وتصميم على إحالة المتهم إلى مصلحة الطب النفسي، وأن المحكمة بما لديها من سلطان ومن لديها من فطنة تستطيع أن تقرأ الأوراق جيدا، وأن هناك نصا معطلا في الدستور المصري ونص المادة 242 من الدستور، وبأناشد رئيس الجمهورية الزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي وبأناشد البرلمان المصري أن هذا النص نصا معطلا، ممكن بكرة مجلس النواب يستصدر قانون بأن يكون التقاضي في محكمة الجنايات على درجتين يكون في هناك نقض. المتهم دلوقتي لو اتحكم عليه بالإعدام وتم تعديل هذا القانون كمان شهرين، هل هناك عدالة دستورية وعدالة انتقائية تتفق مع ما نصت عليه نص المادة 242 ولا لا؟ تفصيلا الأستاذ أشرف نبيل قال أن هناك إكراه نفسي وعصبي قد تم على المتهم لأنه كان مضروب ضربات مبرحة، وكان المفروض أن من الأهالي أثناء ضبطه أثناء الواقع على الطب الشرعي، وكان وطبعا كان متعاطي بعض الأدوية المخدرة عشان خاطر يستطيع أن يتكلم ويتحدث. في هذه الإجراءات كان يجب على النيابة العامة ألا تقوم بأخذ أقوال المتهم وكان في هذه الحالة. تمام. طيب باقي المحامين، كل المحامين ركزوا تركيز على إجراءات المحاكمة المتلاحقة، إن الواقع يوم 20 تم إحالة المتهم والمحاكمة عاجلة يوم 26. تمام. تم تأجيل القضية ليومين 28. المحامي مع احترامي للمحامي الحاضر عنه أمام محكمة الجنايات أنه قد وافق على أن تقوم المحكمة باستجواب المتهم، مجرد موافقته أو سكوته عن الرد يعتبر موافقة صريحة منه على أن تقوم المحكمة ب مناقشته، وبناء على هذه المناقشة المحكمة قالت أن بمناقشة المتهم وقد اعترف اعترافا تفصيليا بارتكاب الواقعة فمش من حق المحكمة، والمحكمة تقنت أنه كان في حالة نفسية وعصبية هادئة فمش من حق الدفاع الحاضر أن يطلب إحالته لمصلحة طب الشرع. حضرتك